بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي وأعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درسنا اليوم بعنوان تقدير نواتج الجمع والطرح، الدرس 8-2. هيا بنا يا بطل نتذكر عملية الجمع سويا. 50 زائد 20 الناتج 70، أيضا 60 زائد 40 الناتج هيكون 100، 100 زائد 800. طبعا هنا احنا ممكن نحسب بالحساب عن طريق الحساب الذهني مباشرة، ان احنا 100 زائد 800 الناتج كم يا بطل؟ 900. احسنتم. ايضا حساب 9000 زائد 7000 الناتج هيكون، احسن يا ابطال، 16000. قرب الى اقرب 100، 1214. هنا يا بطل ننظر الى منزلة المئات، فيكون التقريب كالآتي: 1200، ايضا 2098. عند التقريب الى اقرب 100 ننظر الى منزلة المئات، فيكون الناتج 2100. يوضح الجدول عدد الذكور وعدد الإناث في دولة الكويت بحسب إحصائية عام 2015. قدر مجموع عدد الإناث والذكور في دولة الكويت. طبعا يا أبطال هنا هو عايز الإحصاء مجموع الاتنين مع بعض، فطبعا أنا عندي عدد الإناث 673453 زائد 648211. طبعا يا ابطال احنا هنكتب الاعداد او الارقام بالطريقه الرأسيه، نضع الاحاد تحت بعض ثم العشرات ثم المئات ثم الى نهايه الرقم. يبقى انا عندي الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ومئات الالوف. لاحظ يا بطل ان هنا عندي لازم تكون الارقام كلها تحت بعض. ليه تحت بعض؟ عشان تسهل علينا عمليه الجمع. ايضا هنا نقوم بعملية تقدير الناتج إلى أكبر منزلة عندي، فيكون عندي 700000، والتقدير هنا لمنزلة مئات الألوف فيكون 6000، نقوم بجمعهم مع بعض فيكون الناتج كم يا بطل؟ أحسنتم، 1,300,000. فيكون تقدير ناتج 673453 زائد 648211 تقريبا 1,300,000. هذا هو الناتج في تقدير عملية الجمع. إذا مجموع عدد الإناث والذكور في دولة الكويت يساوي 1,300,000 تقريبا. قدر ناتج 65,197 ناقص 4,527. لاحظ يا بطل هنا هذا هو المطروح منه وهذا هو المطروح. تذكر عند تقدير ناتج جمع أو طرح عددين يقرب كل منهما إلى المنزلة نفسها، وهي عادة أكبر منزلة لأصغر العددين. فيكون عندي التقدير 65,000 والثاني 5,000، طبعا نطرحهم من بعض فيكون الناتج 60,000. يبقى إذا 65,197 ناقص 4,527 تقريبا 60,000. قدر الناتج، طبعا انا عندي مسألة موجودة عندي في الكتاب المدرسي وعايز منك انك تقدر هذا الناتج ثم توجد مجموعهم. يبقى انا عندي اول واحد 23,456 والثاني 19,000
341. نقوم بتقدير العدد الأولاني فيكون هو 20، ياخد أكبر منزلة عندي 20,000 تقديرا، ثم الثاني يكون أيضا 20,000، فيكون الناتج 40,000. إذا 23,456 زائد 19,341 تقريبا 40,000. قدر الناتج أيضا 9,814 ناقص 2,617. فكر معي يا بطل، أحسنتم. تقدير الناتج هنا في الأولاني هيكون 10,000 والثاني 3,000. يبقى الأول تقديره 10,000 والثاني 3,000، نقوم بطرحهم من بعض فيكون الناتج 7,000. إذا 9,814 ناقص 2,617 تقريبا 7,000. قدر الناتج أيضا 25,432 ناقص 2,317 عند تقدير ناتج جمع أو طرح عددين. تذكر يا بطل، يقرب كل منهما إلى المنزلة نفسها، وهي عادة أكبر منزلة لأصغر العددين. هيكون عند التقدير هنا يا بطل كام؟ 25,000 والثاني 2,000. نقوم بطرحهم من بعض، يكون الناتج 23,000. وضح الجدول التالي عدد العاملين في القطاع الحكومي في دولة الكويت. طبعا أنا عندي هنا العاملين في القطاع الحكومي بيمثل لي طبعا الكويتي 219,995 وغير الكويتي 80,277. طبعا هو عايز هنا يقدر المجموع ويقدر الفرق بين بينهم. هيكون طبعا هنتذكر ان عند تقدير ناتج جمع او طرح عددين يقرب كل منهما الى المنزله نفسها، وهي عاده اكبر منزله لاصغر العددين. فيكون مجموع عدد العاملين 220,000 زائد 80,000 يكون 300,000. دول عاملين في القطاع الحكومي ده تقريبا. ثم نقوم بتقدير الفرق بين العاملين الكويتيين وغير الكويتيين، فيكون طرح 220,000 ناقص 80,000 يكون 140,000 عامل. في إحصائية عام 2005 في دولة الكويت بلغ عدد الأولاد دون الرابعة عشر 635,280 نسمة، وبلغ عدد المسنين فوق الخامسة وستين 63,734,000 نسمة. قدر الفرق بين عدد الأولاد وعدد المسنين. طبعا يا أبطال، أنا عندي عدد الأولاد إلى عدد المسنين هيكون مقدر الأولاني 640,000 والثاني هيكون 60,000، ثم نطرحهم من بعض هيكون الناتج عند كام يا أبطال؟ 580,000 نسمة. اختر الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح. أي عدد مما يلي أقرب إلى الناتج التقديري؟ 520,093 ناقص 4,136. فكر معايا يا بطل، عند تقدير ناتج جمع أو طرح عددين يقرب كل منهما إلى المنزلة نفسها، وهي عادة أكبر منزلة لأصغر العددين. أحسنتم يا أبطال، الناتج 50,000. إلى هنا أحبائي نكون قد أنهينا دراستنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.